السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. شلون النوارس؟ فراشات. اليوم موضوعنا شنو؟ على التدريب. التدريب أهم من المشي، اللي تمشي أنت 5 سنوات تمشي عدل ماكو فايدة حبيبي، ماكو فايدة، ظل امشي عدل، لا راح تصير قافز ولا كونز ولا تعرف الحركات ولا تصير معترف. تمام يا أبطال؟ شو نريد منكم؟ نريد منكم اللي مثلا باله مثلا يم الكونز يرفع يده يقول أنا كونز، مثلا شامل هسه جايت يا حبيبتي، مثلا يريد قفز، تدريب مفتوح هاي ال10 أيام كلها، تدريب كونز رامبا قفز. تمام؟ مثلا هسه نور شو تحب؟ رامبا. تمام، اليوم نتدرب رامبا، تصعد. موسى كونز، اليوم نصعدك كونز، كله تدريب يومية. وتعرفون البطل رامبا ريشة القفز عالي وبعد، يعني خلينا نقول التشامل كل صح. الأمور يا بطل رامبا، اليوم تتدرب رامبا مدرع التقديم قافز، اليوم هم نصعدك رامبا ترير شامل. تمام، يعني كلهن، يعني نبدأ خلينا نقول بالكونز اليوم، وقفز شيء بسيط، ونوم صعدك رامبا. اليوم الرامبا احنا دائما نحكي موضوعنا يا سعر، الرامبا دائما هي مال محترفين، بس انت تقدر تصعدها بشيء بسيط، يعني تصعد مو قفز عالي وتنزل. البطل هنا رامبا. تمام، الذيب الذيب شامل رامبا. شامل انت رامبا، اليوم تتدرب قفز كونز. حلو رامبا كونز زين. اليوم راح نتدرب بني كلن. تمام يا شباب، عرفتوا شنو الغاية من التدريب؟ مستواك يصعد وتصير معترف، واكثر شيء اريدكم تصعدون كله شامل، يعني تدرب كونز رامبا قفز، هاي كل هالامور. تمام، عرفتوا الموضوع هسه شنو؟ دائما تدريب. يلا تحياتنا لكم يا ابطال. السلام عليكم. السلام. مثل ما شرحت لكم والتدريب، شفتوا شلون اول خطوه كونز راح تستفاد انت والمتابع، اول خطوه كونز راح نتدربها. تمام يا ابطال، انتوا جماعه الكونز اللي ردتوا تتدربون كونز. تمام، ازل يلا اول حركه شلون؟ وقعد هنا. حلو حلو، عاشت ايدك، اول حركه حلوه، اوقف هنا أنا. ملاك اول حركه حلوه يا ابطال، تعلمتوها زين. يلا ريشه، ماكو فرق اي واحد، عاشت ايدك، اوقف هنا يا بطل. واحد واحد شباب، واحد واحد، يلا واحد يكمل، يلا يا ابطال حتى لا ينضرب واحد بواحد، هاي الغايه، كلكم ابطال وكلكم راح تتدربون. اول حركه متابعينا الغالين بالكونز تدريب هيك، حلوه مدرعه، حلو يا بطل، استريح. هذا تدريب كونز، اليوم عندنا تدريب كونز للكل اللي يحب يتدرب كونز قفز. حلو، طب يا بطل عاشت ايدك، يلا موسى عاشت ايديكم، يلا يا بطل. هسه يا ابطال هاي اول حركه الكونز، عرفتوها شلون؟ راح ننتقل للحركه الثانيه، تدريب كامل ونرجع نصورها، ضبطوها ننتقل غير حركه. تمام يا الابطال، شو تدربتوا هسه؟ كون شنو تك رجل؟ يلا حلوة ذيب يا بطل، جي جي زين زين زين، حلو يا بطل، زين زين زين، تدريب تدريب ما بي مشكلة، صير عندك خطأ عادي طبيعي، كل زين بطل بطل. يلا لوفي، هاي مو الحركة مال المبتدئين، هاي مال المعترفين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.